البرازيلي الرائع، وليه جولات ويعني مباريات كبيرة جدا في الدوري الإيطالي من خلال روما، وطبعا من أفضل حراس المرمى في أمريكا الجنوبية. بنرحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. مساء الخير، مساء الخير على الجميع، وشكرا لكم. بنرحب بيك مرة تانية على شاشة قناة النادي الأهلي، وخلينا نتكلم. أنت طبعا حارس مرمى رائع على مستوى أمريكا الجنوبية، ولعبت في الدوري الإيطالي بشكل أكتر من رائع. قبل ما نتكلم على الدوري الإيطالي ونتكلم على منتخب البرازيل، خليني أتكلمك كحارس مرمى عظيم. دلوقتي حراسة المرمى اختلفت شوية عن يمكن القرن الماضي أو العشرينات 20 سنة الماضية، إن دلوقتي حارس المرمى بقى عنصر مهم جدا جدا لأي مدير فني في التكتيك، في الشكل الخططي للفرقه. وده اعتقد انت ليك راي، لان مهم جدا جدا نسمع الراي من حارس مرمى كبير زيك. بكل تاكيد حراسه المرمى اختلفت هذه الايام عن الايام الماضيه. الان انت ترى والجميع يرى ان التكتيك ومباراه كره القدم والخطه وكل شيء يبدا من حراسه المرمى. واذا كان حارس المرمى لديه بعض الفنيات الخاصه باللاعبين المهارين، هذا قد يصنع الفارق في بدايه الهجمه وبدايه اللعب. لذا كما تحدثت انت عن هذا الشيء، يجب على حارس المرمى ان تكون لديه بعض المهارات الخاصه من اجل ان يبدا الهجمه ومن اجل ان يبدا اللعب. والعديد من المديرين الفنيين في هذه الايام يقومون ببناء خطه اللعب من حارس المرمى. ما فيش شك طبعا بقى عنصر اساسي وعنصر على المستوى التكتيكي حراسه المرمى. لكن كمان خلينا نعرف منك مقومات حارس المرمى. بنتكلم خاصه حارس المرمى مركز معقد شويه، لازم يكون في بعض المقومات والصفات يمكن تختلف على لعيب الملعب نفسه. ايه اهم المواصفات ديت من خلال الاتزان النفسي، من خلال التدريبات المختلفه، من خلال كمان القياده من الخلف؟ لان طبعا حارس المرمى كمان عنده قدره انه يكشف الملعب كله. مواصفات العالميه لحارس مرمى عالمي. أهم شيء لكي تصنع حارس مرمى كبير هو طريقة التمرين وطريقة التدريب. أساليب التدريبات في هذه الأيام اختلفت كثيرا عن الماضي. الآن هناك تكنولوجيا وهناك كورسات وهناك تمرينات بدنية خاصة بحراسة المرمى. الآن العالم تطور وهناك تطورت. إذا ما نبدأ بأهم شيء هو التمرين وطريقة التدريب، ثم التمرين البدني. الشيء الآخر الأهم بالنسبة لي هو النفسية. يجب أن تتعامل بطريقة نفسية مختلفة عن اللاعبين بالنسبة لحارس المرمى، لأن حراسة المرمى لديها مميزات ولديها أشياء خاصة كبيرة جدا مختلفة عن جميع اللاعبين. إذا ما قمنا بالترتيب، أول شيء التمرين، ثم التدريبات البدنية، ثم التمرينات النفسية والطبيب النفسي، وهذا ما يؤثر بشيء إيجابي. لكن هناك أشياء أخرى يجب أن يقوم بها حارس المرمى. يجب على حارس المرمى أن تكون لديه ثقة كبيرة في نفسه وأن يهتم بالمخزون البدني لديه. يمكن كمان في لقطة قدامنا، وكان طبعا وجوده كحارس مرمى لفريق روما أمام فريق بريتشيا، طبعا ده في الدوري الإيطالي سنة يمكن 2010، ويمكن إصابته ويتحمل على نفسه بشكل كبير جدا، وكانت إصابة قوية تحمل على نفسه طبعا في خلال المباراة، لأن كان التغييرات كمان خلصت وتحمله على نفسه في وقت كان صعب جدا. دي كمان القدرات الخاصة للاعب وخاصة حارس المرمى، أنه هو ممكن جدا يكون عنده نوع كبير جدا من المصابرة وقوة الأداء وقوة التحمل. ده شيء مهم شفناه فيه من خلال يمكن مباراة روما أمام بريتشا سنة 2010. مباراة بريشيا مباراة دائما في ذهن جوليو سيرجيو وذهن جماهير روما. هذا ما أكد على العامل البدني الذي تحدثت لديه. يجب أن أكون صادقا معك، كنت أتألم بشدة، كان ألم شديد.
ست دقائق من الوقت بدل الضائع، وكانت روما متأخرة أمام بريشيا في النتيجة، وانتهت التغييرات وانتهى كل شيء. اليوم الوحيد الذي بكيت فيه في ملاعب كرة القدم كان أمام بريشيا، ولكن الأمر كان أكثر من ذلك. حب روما وحب تيشيرت روما وشعار الجلو روسي وما جعلني أستمر. بجانب هذا تلقيت بعض العلاج من خلال الطبيب الخاص بحراسة المرمى، وتحاملت على نفسي وذلك لأننا نتمرن بعض التمرينات البدنية من أجل هذه المواقف. قد تتعرض مثل هذه المواقف، وقد تعرضت لها بالمثل كما تشاهدون الآن أمامكم. كانت إصابة مؤلمة، وهذا حارس الطبيب الحراس طلب مني إذا كنت أستطيع أن أتحامل أو تتم إلغاء المباراة. كانت روما متأخرة في النتيجة، وكان هناك 5 دقائق وقت بدل ضائع. بكيت واستمريت في اللعب من أجل أن تعود روما في النتيجة، لكن لأن خروجي من الملعب كان سيخسر روما لاعب آخر، ولهذا تحاملت على نفسي. هناك بعض التمرينات على ذلك. ما فيش شك طبعا، الإصرار والإرادة دي والعزيمة، ويعني ده من يعني مواصفات اللاعب الممتاز، وخاصة في حراسة المرمى. بس خلينا أسألك كمان على حراس المرمى، وفي عمالقة حراس المرمى بنتكلم على أجيال كبيرة جدا. زمان ما كانش التكنولوجيا ما كانتش موجودة بشكل كبير، وكان الاعتماد على التدريبات الشخصية بدون التكنولوجيا. هل انت شايف ان بالذات حراسة المرمى هي الموهبة ام الصناعة؟ لان في جدل كبير حوالين هذه النقطة، ان ممكن طبعا لازم تكون الموهبة موجودة، لكن صناعة حراسة المرمى هل هي بالاساس تعتمد بشكل كبير دلوقتي على التكنولوجي وعلى التمرينات من خلال ادوات كتيرة جدا؟ وجهة نظرك ايه في النقطة دي؟ لا، شيء صعب جدا. صناعة لا، ليست صناعة. حراسة المرمى ليست صناعة. قد تصنع أي شيء، لكن لا تستطيع أن تصنع حارس مرمى كبير. موهبة في الأول والآخر، ثم تمرينات وتدريبات، ثم تستمع لنصائح مدرب حارس المرمى، ثم تستمع نصائح المدير الفني، ثم يجب أن تتبع بعض التنفيذات وبعض التعليمات التي يجب أن تتعامل معها في المباراة. ليست صناعة، لن تستطيع أن تصنع شيء ولا تستطيع أن تصنع شخص. هي موهبة في أول الأمر، ثم بعض العوامل تستطيع أن تتغلب عليها. إذا تغلبت عليها ستصبح حارس مرمى كبير. هناك العديد من الحراس كدينو تزوف وتشيلابيرت وكامبوس ومانويل نوير وأليسون بيكر، لن تستطيع أن تصنع هؤلاء. جرويجي بوفون، دينو تزوف، عظماء، تافيريلي في البرازيل، هؤلاء لديهم الموهبة العظيمة، وهؤلاء لديهم مميزات مختلفة عن موجود أوليفا كان وبيتر شمايكل. في أسماء كبيرة جدا كانت بتعتمد أكيد على الموهبة وليس على الصناعة. أكيد، تفضل. طيب، بالنسبة طبعا عرفنا أكيد طبعا الموهبة عامل أساسي كبير جدا. وجهة نظرك مين أفضل 4 حراس على مستوى العالم حاليا؟ نو بورتياري رقم 1 في العالم، وبالنسبة لي أوبلاك، يان أوبلاك، حارس عظيم ويقدم أداء رائع مع الأتليتيكو. وهناك حارس ثالث أنا معجب به، جوليو سيزار برليمو أديسو، ثم مانويل نوير عظيم ويقدم أداء رائع. صحيح، كلها أسماء وحراس مرمى كبيرة جدا جعلها على مستوى العالم. لكن كمان خلينا اقول له، لو دلوقتي كمان بيطلع مان اوف ذا ماتش، لما يكون حارس مرمى هو يكون مان اوف ذا ماتش على سبيل المثال، واكيد هو كان متواجد او متابع طبعا كاس العالم 2018 في روسيا، رؤيته للحراس المرمى المصريين وخاصه محمد الشناوي وحصوله على مان اوف ذا ماتش في المباراه الافتتاحيه في كاس العالم 2018. هناك بعض الأسماء العظيمة التي حرست مرمى منتخب مصر. شناوي
يجب أن نعلم العالم جميعا أن مصر لديها أن الشناوي حارس من أعظم من تواجدوا في حراسة المرمى منتخب مصر. لقد رأيت مباراة الشناوي منتخب مصر أمام الأوروغواي وحصل على مان أوف ذا ماتش، كانت جائزة يستحقها بقدر. وشاهدت الشناوي أمام بالميراس وكيف ساهم في حصول الأهلي على البرونزية. صحيح طبعا محمد الشناوي، يعني أعتقد يعني إن شاء الله بإذن الله مسيرة لسه قدامه طويلة ويعود من الإصابة على ألف خير. عايزين نسألك على الكرة الإيطالية، ولسه كنا بنتكلم مع طبعا نقدنا أحمد على الكرة الإيطالية، شايف الدوري الإيطالي إزاي السنة دي، وهل تأثرت الكرة الإيطالية برحيل طبعا كريستيانو رونالدو عن اليوفنتوس؟ كريستيانو رونالدو واحد من أعظم اللاعبين في كل الأيام وكل الأزمنة. يتأثر بالطبع، يتأثر لأن كريستيانو رونالدو دائما ما يجلب أنظار العالم لديه، وهؤلاء نجوم أمثال ميسي ورونالدو. أنت رأيت الكلاسيكو كم تأثر برحيل ميسي ورحيل كريستيانو، لكن الدوري الإيطالي يبقى أعظم الدوريات في العالم أو ما بين أعظم الدوريات في العالم، ولديه جماهير ولديه عشاقه. لكن كريستيانو رونالدو الدوري الإيطالي لن يترحل أو لن يتأثر برحيل كريستيانو رونالدو، لكن يبقى كريستيانو واحد من أعظم اللاعبين في العالم. السؤال الأخير قبل ما انهي الحوار معاك، توقعاتك للبلندور ورأيك في تواجد محمد صلاح، إن شاء الله يكون متواجد في الشورت ليست، توقعاتك للفائز بالبلندور أحسن لاعب أو جائزة الذهبية لأحسن لاعب للموسم المنقضي. صلاح يصنع المجد ويعمل أشياء خارقة في كرة القدم، ليس فقط هذا العام ولكن منذ عدة أعوام، وصلاح يصنع المجد. لقد صنعوا في فيورنتينا وصنعوا في روما وتألق ونضج في ليفربول. محمد صلاح يستحق جائزة كبيرة كالبالندور، ويستحق هذا لأنه لعيب خارق وفعل الأشياء الكثيرة، وقد تفوق على رابح ماجر وتفوق على لاعبين كثير في أفريقيا. محمد صلاح فخرة لمصر، يجب أن تفتخروا به ويجب أن تتغنوا به، لأن مصر لن تنجب العديد مثل محمد صلاح، ليس فقط في مجال كرة القدم. صلاح كنت قريبا منه ونتحدث، لكن لاعب يشتغل على نفسه كثيرا ويستمع دائما للنصائح ويطور من نفسه. يجب على الشعب المصري ويجب على الإعلام المصري أن يكون فخورا بمحمد صلاح. وإذا ما سألتني عن حظوظ محمد صلاح بالفوز بالكرة الذهبية، العام القادم سيكون هو الفائز بها إذا ما استمر بمستواه إن شاء الله. يعني نشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا على شاشة قناة النادي الأهلي، وزي ما بيقول إن شاء الله بإذن الله إذا استمر محمد صلاح على هذا الأداء وهذا التألق أكيد هيكون الحاصل على البلندور هذا العام. ولكن محمد صلاح دلوقتي هو أفضل لاعب في العالم. فاصل ونرجع نتواصل.